هنا دلوقتي هيجي الدور الهام جدا، علاج السرطان معروف، يا جراحة يا إشعاع يا كيماوي يا كله مع بعض. يبقى إذا هننتظر لما نصاب بسرطان، هننتظر لما يبقى جراحة آه أو لأ، هننتظر حتى لو جراحة معاه إشعاعي وكيماوي أو لأ، هننتظر إن يبقى جراحة مش ممكنة وده إشعاعي وكيماوي. ده كله إن إحنا يجب أن نحمي أنفسنا من السرطان. كيف نحمي أنفسنا من السرطان؟ قبل حدوثه مش بعد ما يحدث. أولا، ممنوع تدخين تماما، ممنوع رأي ربنا في زوجتك وفي أولادك، لأن هم قاعدين معاك وانت بتدخن وحاطط علبة السجاير جنبك وحاطط الطفاية جنبك، وتبقى تخلص سيجارة وتولعها من سيجارة تانية، وقاعد تتفرج على التلفزيون وهم الغلابة قاعدين يشموا التدخين، ده هم ممكن يجيلهم السرطان زي ما يكون عندك تماما. فخلي بالك من ولادك، ممنوع تدخن في وسطيهم، هم هيبقوا معرضين للإصابة زيك بالظبط. الحاجة التانية، إن إحنا لازم ناكل الأكل الصحي. ما هو الأكل الصحي؟ اللي فيه خضروات وفاكهة، واللي فيه المصادر الحيوانية السمك، واللي فيه عبارة عن المحاصيل والمكسرات والحبوب الكاملة. هذه هنا الخضروات، لما تيجي تشرب عصير بدل ما تشرب سوفت درينكس ومواد غازية، شوف العصيرات الطبيعية، اشرب عصير طبيعي. مفيش داعي إن أنت تشرب أشياء فوارة لن تعود لك بفايدة. بص على الحاجات اللي لها فايدة. ما هو الدليل على كده؟ ثبت إن بعض السيدات اللي هم بياخدوا الأكلات اللي فيها خضروات وفيها فاكهة وفيها حبوب كاملة وفيها اللي هو مكسرات، وإن هم ما بياكلوش اللحمة، وإنهم بيستعيضوا عن اللحمة بالسمك، واللي هم بيستعملوا زيت الزيتون، ثبت إن هم احتمال الإصابة بسرطان الثدي قل تماما. هذه إثبات إن فائدة الأكل الصحي بالظبط إزاي. هنا بقى احترس من اللحوم، احترس من اللحوم المصنعة، احترس من السوسيج ومش عارف ايه وحاجات زي دي. دي كلها أشياء قد تؤدي إلى سرطان. تحاشى السمنة. عشان تتحاشى السمنة يقولك أنا ماشي على رجيم ياكل أي حاجة. لأ، الرجيم الصح ما هي السعرات الحرارية اللي انت بتاخدها يوميا، وكل أكل لازم تعرف السعرات الحرارية المطلوبة، وتعرف عشان تعمل رجيم ايه السعرات الحرارية اللي المفروض تمشي عليها، وبالطريقة دي ممكن تخس. ولكن إذا انت النهاردة تاخد قرع عسل، بكرة تاخد خيار، بعده تاخد فراخ، ده مش هو ده. مع العلم ان انت لما تقلل السعرات الحرارية مش معناها لغاية ما تخس وترجع كما كنت، لا، ده انت لما ترجع كما كنت هتزيد عن الاول 10%. فاذا كان وزنك 100 ونزلت ل70 ورجعت تاكل هتبقى 110. ولذلك ان انت تنزل بالتدريج وتحافظ على هذا النظام الغذائي لوصلك إلى هذه الدرجة. وعشان يكون النظام الغذائي مقبول يجب أن يكون كل شيء فيه، وإن أنت تعود نفسك على حياة جديدة،
وأهم حاجة فيها السعرات الحرارية، وإن أنت أهم حاجة إنك تحافظ على وزنك. وفي الحالة دي وجد إن احتمال السرطان بيقل، وخصوصا سرطان الثدي، سرطان البروستاتا، سرطان الرئة، سرطان القولون والكلى. نيجي بقى نشوف كده هذه السمنة. لما نشوف كده ليه هي السمنة، شوف الجماعة دي أهم حاجة عنده العشاء. الفطار يقول لك أنا ما بقاش ليا نفس، الغدا ماشي. نيجي بقى الإنسان الصحيح، أهم حاجة عنده الفطار وأقل حاجة عنده العشاء. يبقى إذن ده مفهوم اللي هو بيؤدي السمنة، وده مفهوم اللي هم بيجروا السمنة. ده عنده أهم حاجة العشاء، تمام. تاني حاجة إن الرياضة مهمة جدا، وزي ما قلت لكم الرياضة مش مجرد جيم ولا بتاع، لا، الرياضة ليها أنواع مختلفة، وإن هي ليها وكل حاجة لها ما يناسبها. يعني دول الشباب يجروا ويهرولوا، وده مهم جدا. أنا كنت في جنوب أفريقيا، وكان أفريقيا وكان يوم حد ساعتها، وخرج كل الأفارقة بالطبل يلفوا كل البلد بجري وهرولة كلهم. طيب إذا ما كناش شباب، يكفي إن إحنا نمشي، يكفي نمشي. إذا كانت رجلينا بتوجعنا ممكن السباحة. يبقى إذا الرياضة لها أشياء مختلفة. أما الجيم فبعد ما تخس بيبقى فيه عضلات ضامرة، ممكن الجيم ده يقوي هذه العضلات. يبقى إذا الرياضة لازم تكون 150 دقيقة في الأسبوع، 30 دقيقة يوميا بطريقة روتينية. وإذا عملت أكتر فخير وبركة. وبعدين برضو نرجع نقول خلي بالك من الشمس. فقد ثبت إن الشمس اللي هي من 10 صباحا لـ4 لها تأثير سيء على الجسم والجلد. فاحمي نفسك من هذه الشمس العمودية اللي هي بتبقى 12 الظهر لغاية 4، وفي الحالة دي ممكن تضغط تلبس ملابس بيضاء خفيفة، زي ما احنا بنشوف في أسوان وبنشوف في السودان إن اللبس أبيض خفيف مريح، ممكن يمص أي عرق. الحاجة المهمة جدا أرجوكم إن التطعيم الوقائي ضد الفيروس بي، التطعيم الوقائي ضد هيومن بابيلوما فيروس، ده مهم جدا، وده يمنع سرطان الكبد ويمنع تليف الكبد، بالتالي يمنع سرطان عنق الرحم. ما تنساش إنك يكون تحت رعاية طيبة. مش يجي واحد يقول لك أنا مروحش دكتور بقالي 20 سنة، الكلام ده عندنا بس، ولكن لابد أن تشيك على نفسك وتشوف الجلد وتشوف الكولون وتشوف السيرفكس وتبحث الحاجة مع الدكتور بتاعك. الحاجة اللي عاوز أؤكد لك عليها، كثير من الناس يعتقد إن الفيتامينات والأغذية المكملة، الأدوية المكملة، هي وقاية من السرطان، ولكن تأكد تماما إن الفيتامينات والغذاء المكمل ليس له علاقة بالسرطان تماما. لو أن الأبحاث الآن قائمة إن لما تاخد مجموعة فيتامينات، فيتامين بي 6 و12 وإي وفيتامين سي وبيتا كاروتين وفوليك اسيد وسيلينيوم وفيتامين د، ممكن يقلل، مع العلم ان فيتامين اي في حد ذاته قد يكون باعث لسرطان البروستاتا مثلا. يبقى اذا دلوقتي الفيتامين د كتير قوي من دلوقتي بيلاقوا ان الفيتامين د ناقص عندهم، بيبداوا ياخدوا الاقراص فيتامين د، ليس علاقه نهائي
بين فيتامين د والسرطان. والفيتامين د اللي بتاخده من الأقراص وليس بالأهمية اللي انت بتاخده من المصادر الطبيعية. المصادر الطبيعية اللي هي الأسماك اللي هي الأسماك البحرية دي اللي هي سلمون وسيون فيمي والحاجات دي، دي هي بيبقى أهميتها ودي المصادر الطبيعية. وزمان زي ما أنا كنت أتذكر إن كان زيت السمك وزيت كبد الحوت مهم جدا يدوه الأطفال عشان يتقووا ويبقوا كويسين. الحقيقة هذا قطعا له علاقة كبيرة ماضية، وأتمنى أن يكون له علاقة الآن بإذن الله. وأعتقد أننا اختتمت هذه الأحاديث وأقول لكم شكرا جزيلا جدا، وإلى لقاءات أخرى إجابة عن الأسئلة التي تدور بخلدك هنجاوب عليها بإذن الله في الأسابيع القادمة بإذن الله.